الهدف ديالنا هو تسليط الضوء على الحدث اللي وقع لمدينة بن حمد بشكل عام والفريق الاتحاد الرياضي بشكل خاص، بحيث أن الفريق كان لعب مجموعة من المقابلات الموسم الفريق انتصر في جميع، لم ينهزم في أي مقابلة، وصل للسد لعب نصف النهاية أربحة بثلاثة لواحد، لعب النهاية ديال عصبة الشاوية دكالة أربحة بثلاثة لواحد كذلك، دوزنا ثلاث شهور تقريبا على انتصار والكل فرحان والكل انه كيوجد، وجدنا الموسم المقبل درنا 15 انتداب من التراس العالي، فاذا به نتفاجئوا على مستوى العصبه على مستوى الجامعه لجنه الوطنيه للاستئناف تلغي الانتصار ديال الاتحاد الرياضي مع الحفاظ على جميع المعطيات، لم تعاقب بن حمد ما عاقبتوش، قالت لي انت ما درتي حتى واحد، الاتحاد الرياضي ما دار حتى خطا، ولكن خصك تخسر اول مره في تاريخ القانون شي واحد يعاقب بدون انه يرتكب شي حاجه. كنقول لك اودي انت ما ارتكبتي خطا، ما ارتكبتي جنحه، ما ارتكبتي جنايه، ولكن خصك واحد شويه العقاب. علاش؟ الله اعلم. اذا هنا المساله هي مساله حق مسلوب على المستوى القانوني وعلى المستوى الكروي وعلى المستوى الواقعي، لان المواد كلها تاع المستوى القانوني اللي ناقشناها على مدى نعاقب الشخص؟ على فعل. الفعل اللي كيدو عليه حتى هذه الماده 107 شنو هو؟ هو عدد تهيئ اللاعب. انا ما عنديش هذا الفعل هذا، انا اللاعب مؤهل عندي من نهار 13/11/2021. اذا انا ما ارتكبتش الخطا ديال عدم التاهيل، بمعنى 107 لا تنطبق علي، وبالتالي انا بريء من هذا الفعل اللي السيد عنده دوبل ليسونس، شكون اللي كيتعاقب عليها؟ الفريق الثاني عبر الماده 111. الفريق الثاني شكون هو؟ تملّلت، كيتعاقب الكاتب العام وكيتعاقب اللاعب وكيتعاقب الفريق الا كان رابح كيخسر الماتش. بالنسبه لينا احنا عاقبوا اللاعب وعاقبوا الكاتب العام ديال الفريق الثاني ديال تملّلت، وما عاقبوش الفريق ديال الاتحاد الرياضي، ولكن قالوا له خصك تخسر. اي انتوما لا فهمتوا شي حاجه قولوا لي. لا فهمتوا، احنا ما ارتكبنا حتى خطا ولكن خصنا نخسروا. انتوما كصحافه لا فهمتوا شي حاجه قولوا لينا، وبعيدا على التحليل القضائي والتحليل القانوني والتحليل السياسي والرياضي وكل انواع ديال التحاليل. بطبيعه الحال احنا مازال مصدومين، لان قرار غيوقع لاول مره في تاريخ المغرب. انا كنسولوا الفرق الكبيره عطيونا واش شي مره وقعت؟ قال لك ما عمرها وقعت. إذن أول مرة كيخسر فريق سير طابي ماتش براج، لأن نزيدكم واحد الإضافة الإخوان ديال الصحافة، راه ملي كنلعبوا البراج كتعيط لينا الجامعة عبر العصبة ديالها كتقول لنا عطونا اللائحة ديال اللاعبين اللي غيلعبوا في البراج، وكتشوفهم وكتقول لك راهم مؤهلين، وهذا الشيء اللي وقع، عطينا اللائحة ديال اللاعبين وقال لك راهم مؤهلين ولعبنا به، فإذا به يقول لك واحد غير مؤهل. هذا هو الإشكال اللي مطروح اليوم. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.